انعدام التنمية المحلية بولاية تندوف على غرار الإنارة العمومية وتذبذب في التزود بالمياه أثار حفيظة سكان المنطقة الذين يطالبون بإيجاد حل لوضعيتهم في أقرب فرصة. التغطية لمحمد الجرب. ما يقارب سنتين منها انقطاع الماء، عدم تزود بالماء، كميته ناقصة، الإنارة العمومية ما كانش، الصرف الصحي ضايع، يعني جملة، والأفئين كان عائلات من 7 أفراد يسكنوا في أفئين ما ديباسيش 50 متر كاري. أول شيء المياه راهي ما تجيناش أسبوع، وإلا جات تجي تحت شوية، الناس تحت اللي راهم يوصلهم، الفوق ما يوصلهمش. ثانيا صرف القنوات هذه نتاع الوسخرة ما تمشيش كاع. ثانيا عندنا مشاكل تاع همش تاع السكن هنا. عندنا سكنات ضيقة، هذه الاف دو يسكنوا فيها 10 من الناس، الاف ان يسكنوا فيها 7 من الناس، وين يروحوا هاد الناس؟ كاين زوج عائلات مزوجين في اف ان، زوج عائلات مزوجين في اف دو، وين يروحوا؟ معظم السكنات راهم استغناوا على الكوزينة، استغناوا على الكوزينة ردوها شومبرا. الحي مهمش، الماء ما كانش، الكلاب الضالة، القمامة رانا هبلنا على الناس يجوا من الجرد يحطونا النعاج وذاك الموتى في الذاك راه الناموس والذبان والريحة الكريهة دارت فينا حالة. من جهته رئيس المجلس الشعبي لبلدية تندوف أكد أن مصالحه ستعمل على تلبية انشغالات السكان في أقرب الأجل. محمد الجرب ثانية. ما يخص قضية الماء كما راهم يقولوا هما، خص الماء يجينا في السبالة. الماء يجيك في السبالة أخي هذا خصو وقت وخصو باش البلدية تقدر تتعاون مع الجزائرية المياه. خصنا نعرفوا وين راه المشكل باش نقدروا نحلوه مع بعض. الزوجة نتاع الصرف الصحي تم أخذها بعين الاعتبار في النقاط السوداء ضمن عملية النقاط السوداء في هذه العملية اللي راهي مسجلة، وعطات المقاول.